يعتبر السوق السعودي من أهم أسواق الشرق الأوسط في التجارة الإلكترونية، حيث سجلت المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً في التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية. التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تعتبر يعني من الأنشطة الواعدة خصوصاً في السنوات القادمة بإذن الله. يعني أنت عندك البنك الدولي حسب آخر إحصاءات تقول أنه بلغ حجم التجارة تقريبا 30 مليار ريال سعودي، وهذا طبعا حجم كبير على يعني نعتبر ما زلنا من الدول الناشئة. عندك تقريبا أكثر من 11 مليون مواطن ومقيم سعودي استخدموا التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، وإن المحتمل يعني حسب تقديرات أيضا هيئة الاتصالات والتقنية السعودية أنه قد تصل إلى كمان بمعدل زيادة 6 ملايين بحلول عام 2020. فيما كشفت وزارة التجارة والاستثمار مؤخرا عن ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في خدمة معروف ليصل عددها إلى 20,000 متجر إلكتروني حتى نهاية سبتمبر الماضي. في بعض الممارسات من سواء الأفراد أسر منتجة وخلافه من يعني المقبلين أو الجدد على التجارة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي قد ما يكونوا يعني منضبطين فيما يخص موضوع الجودة، مواضيع ذات صلة بالتجارة. فأنا أشوف أنه لابد أنه يكون مثلا عندك زي موقع معروف وخلافه أنه يكون يعني في معايير شوية أعلى أن تضبط موضوع الجودة وموضوع يعني تقديم السلع بطريقة أفضل للمستخدم النهائي. ويعتبر نظام التجارة الإلكترونية الصادر من وزارة التجارة والاستثمار عام 1436 لا يحقق متطلبات التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت الوزارة قبل عدة أشهر أنها لا تزال تعكف على إصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية. فيما يخص الناس اللي الشركات والمؤسسات اللي عندها سجلات تجارية وعندها كيان قانوني متواجد قد يكون من الأسهل أنه أنت يعني تسلط الضوء عليها وتراقبها، لكن عندنا تجي المشكلة تحديدا في الناس اللي هم ما عندهم سجلات تجارية، فموضوع يعني أنك أنت تراقب عليهم أو بصفة دورية أو خلافه شوية صعب على الجهات الحكومية. ومن هنا يعني أشوف أنه يكون ممكن يكون في توصية لوزارة التجارة والمعنيين بهذا الأمر أنه يعني يشجع الناس اللي هم مسجلين في معروف وفي مواقع التواصل الاجتماعي أنه يكون عندهم سجلات تجارية، ولكن بشريطة مثلا أخذ دورة معينة أو برنامج معين يؤهلهم للحصول على سجل التجاري بحيث أنه هم يقدروا يمارسوا التجارة بطريقة نظامية وقانونية يحموا فيها نفسهم أولا وأيضا المستهلك النهائي. وتأتي موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية ليسهم في نمو وتعزيز مستقبل التجارة الإلكترونية في السعودية. لمعالي المواطن خالد الفرحان، جدة.